بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم علي ناصر. هنكمل سلسلة شرح السيموليشن. كنا وقفنا آخر مرة عند المثال بتاع السبرينج وخلصناه، وده يعتبر التطبيق العاشر اللي هناخده دلوقتي، اللي هو الدروب تيست أو الإمباكت. الإمباكت تيست بيتسمى في السوليد ووركس دروب تيست، نفس المعنى. تمام، دلوقتي معانا مج بالشكل دوت، ومفروض هيقع على الأرض. الخط ده بيمثل الأرض بمسافة 1000 ملي، 1000 مليمتر. تمام، والمطلوب اللي انت توجد أقصى ستريس هيحصل عند الدروب تيست دوت. اوكي، الدروب تيست يعني من التطبيقات البسيطة، مش هياخد معانا حاجة. هنفتح البرنامج. تمام، ودخل مج زي ده مثلا، انا رسمه. يفضل مثلا انت لما تيجي تكتب كتابة عليه تدخلها في صورة صورة او لوجو. تمام، ما تكتبهاش، لان انت هتحتاج بقى تعمل مش كنترول عشان السايز بتاعت الفيتشر ده صغيرة شوية، فانا هلغي الفيتشر ده، هعمله سبريس. تمام، وهبدأ اعمل التيست بتاعي. اخش زي ما اتعلمنا، يا من هنا من سيموليشن، يا اما كليك يمين على اي تاب، يا اما اعمل كليك يمين على اي تاب واختار كرييت نيو سيموليشن ستادي. تمام، اختار التيست بتاعي اللي هو يبقى ايه، دروب تيست. اوكي، وادوس اوكي. طيب، اول ما بدوس دروب تيست، هنا في الدروب تيست بيظهر معايا 2 فولدر، ما بيظهروش في اي تيست تانية، السيت اب والريزلت اوبشنز. لو دخلنا عملنا دخلنا بصينا على السيت ابس، نعمل اديت كده، كليك يمين وديفاين اديت. تمام، هنلاقي هنا اول حاجة بيقولك سبيسيفاي انت هتشتغل التيست بتاعك بمسافة، يعني المج ده يقع بمسافة ولا هيوقعه بسرعة، يعني الامباكت هيحصل تديله سرعة معينة ويقع بيها، ولا تديله ان هو يقع بمسافة معينة وهو يحسب السرعة. احنا هنشتغل بالمسافة. تمام، طيب الهايتس اللي انت هتديه، هنخلي الهايتس مثلا 100 عشان سرعة الحل. تمام، الهايت 100. تمام، طيب انت عاوزه من السنترويد اللي هو مركز الثقل بتاع الجسم، ولا من اقل نقطة او ادنى نقطة موجودة في الجسم؟ انا هخليها من ادنى نقطة اللي هي تحت ده، السطح اللي تحت ده، وهختاره من هنا من جرافيتي. تمام، ويبدأ ايه، ينزل المليمتر، 100 مليمتر دول من السطح دوت. تمام، مش من السنترويد. اوكي، الاوبشنز الاخير اللي بتاع التارجت ده، لو انت عاوز الاورينتيشن نورمال او بارلل للجرافيتي او بلان معين. تمام، ولو عاوز تحط ال coefficient of friction معين، عاوز تضيف قيمته، والتارجت ستيفنس بتاعتك اللي انت هتخبط فيها، هل هي rigid ولا flexible؟ يعني ايه rigid؟ يعني جزء غير قابل للتشكيل، والتاني جزء قابل flexible، جزء قابل للتشكيل. تمام، طبعا سيبك، مش هنشتغل على الاوبشنز دي، مش مشكلة عندي. انا عاوز rigid اللي هي بيمثل الارض اللي هيخبط فيها المج ده، هنعتبرها ريجيد. تمام، ممكن تحط الكونتاكت دامبنج لو انت عارف القيمة بتاعته حطها. تمام، وهنا طبعا زي ما قلنا ممكن تحط الكوفيشنت اوف فريكشن او معامل الاحتكاك. تمام، ندوس بقى اوكي. يبقى من هنا من السيت ابس حدينا، نراجع كده بسيطة بسرعة بسرعة، حددنا القيمة المسافة اللي انا عاوزها. تمام، لو انا شغال التيست بتاعي بالهايت. تمام، لو عاوزه بالفلوستي بختار الهايت الفلوستي، واحط قيمة السرعة اللي هينزل بيها. تمام، فانا طبعا ما اعرفش السرعة، فاخترت قيمة المسافة، واخترت السطح اللي هيبدأ منه اللي هو ده. تمام، وده الشكل بتاع السهم اللي هو هينزل، هيبقى طالع من فوق وينزل على الارض او السطح، لغاية السطح ده، لغاية البلان اللي مماثل السطح ده، مماثل السطح ده بمسافة 100 ملي. تمام، ندوس اوكي. نبدأ نخش على حاجة اسمها result option، ونعمل define برضو و edit ليها ونفهم. أول تاب هنا بيقولك solution time after impact. طيب دوت، هو عمل البرنامج قالك ان هو هياخد مع أول 14 ثانية هيبدأ يحسب أول impact هيحصل عندك. تمام، مش 14 ثانية، آسف، 14 مايكرو ثانية. تمام، ده من التصادم الأولاني، يعني من أول تصادم أولاني هيقعد 14 مايكرو ثانية ويحسب لك أول استرس هيحصل عندك. تمام،
اول ستريس مع اول تصادم. اوكي طيب الزيرو دي بتمثل ايه؟ الزيرو دي معناها ان هو ان البرنامج هيحتفظ بالتصادم بتاعه مع التصادم الاول. يعني ايه؟ هيحتفظ بالنتائج مع التصادم الاولاني، دي معنى الزيرو. انت ممكن تغير في قيمتها بحيث ان هو يحتفظ مع التصادم التاني والتالت لو في اكتر من تصادم. تمام. طيب 25 دي معناها ايه؟ 25 دي معناها ان هو هيقسم زمن التصادم، زمن التصادم هيقسمه ل 25 فترة. 25 فترة دول هيرسم ليهم نتائج، كل فترة من ال 25 هيرسم ليها نتائج اللي هي هتبقى عبارة عن ستريس. تمام. ستريس او ازاحة. بس كده ندوس اوكي، نبدأ نعمل المش ران، مش اند ران على طول. اوكي يبدأ يحل. قال لك هنا الماتيريال نوت ديفاين، محددناش الماتيريال بتاعت الجزء ده، نختار الماتيريال من على البارت و edit apply and edit material. ممكن نختار الماتيريال بتاع المج ده سيراميك مثلا، نروح على فين؟ non metals other non metals، في هنا اي بولسرين، بولسرين او سيراميك بولسرين. تمام. ندوس اوكي apply و close. كده انت عملت define للايه؟ للماتيريال. نبدأ بقى نعمل run، مش run تاني، هيبدأ يحل، هياخد طبعا وقت على حسب سرعة الجهاز بتاعتك. تمام. واحنا ما عملناش مش كنترول، احنا اخترنا المش بالديفولت بتاعها، يعني هتبقى ايه؟ يعني هتبقى ميديوم، لا كوريز ولا جود. تمام. ولا بيست، فهياخد الوقت بتاعه. ممكن نعمل بوز على ما يخلص حل ونرجع تاني. هو كده خلص حل. تمام. ويظهر لك البون مايسيس ستريس، تمام، والديسبليسمنت والسترين، دي النتائج بتاعته. هو قال هنا ان البلوت بتاعه عند الفتره 25 التايم 14 حصل اجهاد دوت. تمام. طب احنا عاوزين نحسب الاجهاد عند، زي ما هنا بيقول، ماكسيمم ستريس عند الدروب تيست او ما حصل اصطدام الصدمه الاولى. طب ندي نحسبها ازاي؟ هنروح على results ونعمل define time history. تمام. ونختار كل النوتس اللي موجودة في الشكل ده يحسب عليها. تمام. وندوس اوكي، طلع المنظر دوت. شوف هنا التايم، اقصى اجهاد هنا هيحصل عند التايم تقريبا 5. تمام. ده اقصى اجهاد. اوكي نقفل، نعمل شو فون مايسيس كده ونشوف الاقصى اجهاد ده هيحصل عند الفتره الكام. ازاي نشوف الكلام دوت؟ هنروح على edit على فون مايسيس ستريسز ونعمل edit. تمام. ونكتب بقى السكندز اللي احنا طلعناها من الكيرف اللي هي تقريبا 5. تمام. هتحصل عند الفتره التاسعه. اوكي ده اقصى اجهاد هيحصل. بص هتلاقي هنا البلوت اتغير، ظهر لك اقصى اجهاد موجود. تمام. عند بلوت 9 الفترة التاسعة عند التايم ده هيحصل اقصى اجهاد في ساعة التصادم. تمام. مع اول تصادم هنعمل انيميشنز الموضوع دوت، نشوف الدروب تيست اللي بيحصل من فون مايسيس ستريس. هنعمل انيميت، كليك يمين ونختار انيميت. تمام. هيبدأ الانيميت يشتغل انيميشنز. تمام. ده الدروب تيست اللي بيحصل بالمنظر ده، كوباية بتقع بالمنظر دوت. اوكي طبعا انت لو مزود المسافة شوية هتلاقي فيه تشريخات هتحصل هنا، شرخ، بس انا عشان احل في وقت اسرع ما قللت المسافة، هتلاقي فيه شرخ في كل مكان. تمام. طيب في سؤال هنا، لو امتى بقى يحصل الكسر في المج ده؟ البرنامج هنا سوليد وركس ما بيقدرش يظهر لك ان المج يبقى مكسور، اذا حصل كسر يبان ان هو مكسور، دي من النقط الضعيفة اللي موجودة في السوليد. بعكس البرنامج مثلا زي الاباكوس ممكن تقدر تعمل التيست دوت وتشوف المج وهو بيتكسر، الاليمنتس بتاعته بتتكسر قدامك، لكن هنا ما بتقدرش تظهرها. لكن ممكن تقارن اقصى ستريس بالالتيميت ستريس
للمادة ديت، يعني تاخد ultimate stress بتاع المادة ديت، تمام؟ وهو موجود هنا في ال options. لو دخلنا كده عملنا options وخدنا وشفنا اقصى stress هنا ultimate stress اللي هو دوت، تمام؟ نقارنه بال stress design ونشوف هل هيحصل failure ولا مش هيحصل. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعملها في برنامج سوليد ووركس، ما تقدرش تشوف الكسر، تمام؟ وبكده المثال بتاعنا يكون انتهى، ونتقابل بإذن الله في أمثلة أخرى.